بداية قربنا من دورك في علا فلا. الوغ لو بيرسوناج ديالي سميتو انوار، جاي من واحد العائله عندهم الفلوس بزاف، عندهم كلينيك، ولكن هو داكشي ديال الفلوس ولي كلينيك وبني الديور وشري طوموبيلات ما دخلش غير راسو. الحاجه الوحيده اللي باغي يدير هي تي كارافان باش يعاون الناس، وكيمشي للاحياء الشعبيه، كيمشي للقرى وداكشي، وكيدير الناس فابور، واللي كيخلق عليه مشكل مع عائلته. شنو الجديد اللي في هذا الدور مختلف على الادوار اللي اديتي من قبل؟ اول مره لعبت طبيب. دونك الحاجه الجديده اللي عندي في هذا الدور هو اول مره لعبت طبيب. واش كاينين نقاط تشابه ما بينك وما بين شخصيه مراد الزاوي الحقيقيه؟ وكاين بزاف. الوغ نقاط ديال التشابه بيني وبين انوار هما بجوج كنبغيو نعاونو الناس، بجوج ما كنتسوقوش الفلوس وداكشي الماتيريال. الاشتغال الى جانب المخرج هشام جباري. هشام جباري بحال خويا، دونك بحال خدام اون فامي. دونك ديجا خدمت معاه هادي شحال، هادي واحد اللي شرفت هادي تقريبا 15 عام فعشت البنات. مي جو بونس كو ما لو بروجي ما تعرفش بزاف، مي دونك خدامين داكشي دايز مزيان. كنضحكو كنبكيو كن مراد قليل الظهور التلفازي، شنو السبب؟ الو انا اخر مره خدمت في المغرب حتى اليوم في 2015 في المسيره خضراء، صافي من بعد مشيت امريكان وخدمت تما عندي. دونك الا بغى يشوفني شي واحد يشوفني في التلفزه الامريكيه في بلاك ليست، في ذا سباي، ولا الفيلم الاخر ديالي سميتو ذا فورجيفن. واش مراد ولف يعني القيمه والافلام الاجنبيه ما بقاش باغي يمثل في الافلام الوطنيه؟ نو 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 ما عنديش مشكل. انا فاش جا معيط لي انا جيت، دونك حتى انا كنتوحش المغرب وكنتوحش التلفزه المغربيه وكنتوحش الجمهور المغربي. ومونغورا دونك فاش كتكون عندي شي اوبورتونيتي راه كنجي. واش مراد كيخاف من نمطيه في ادواره؟ انا كنخاف بزاف من نمطيه في الادوار ديالي، دونك داكشي ديما كنبغي نبدل اللوك ديالي، كنبدل البيرسوناج، كنبدل لو تيب دو جو. رساله اخيره للجمهور؟ دونك انا فرحان بزاف باللي غنرجع نتلف في المغرب، وكنتمنى بلي لو بروجي يعجبهم، وان شاء الله تكون سيزون 2 3 4 5. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد للا فاطمة.